أيها الفضلاء إن من أنعم الله عز وجل عليه فأمد في عمره حتى أدرك رمضان قد أنعم عليه بالنعمة الكبرى وامتنّ عليه بالمنة العظمى كيف لا وهو يصوم في شهر الله المبارك ويقوم في شهر الله المبارك ويسابق إلى الجنات ويسارع الى الجنات لا شك ايها الاخوه ان الحياه في سبيل الله في فعل الطاعات والتصون عن المحرمات نعمه عظمى من الله عز وجل على العبد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك اخوان قد اسلما معا وكان احدهما اشد اجتهادا من الاخر وغزا في سبيل الله فاستشهد وعمر الثاني بعده سنه ومات على فراشه فرأى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه رؤيا عجيبه رأى الاخوين واقفين عند باب الجنه فخرج خارج من الجنه فأذن للثاني منهما ثم خرج فأذن للاول فحدث الناس بهذه الرؤيا فاصبح الناس يتحدثون ويتعجبون فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم اي امرهما اعجب اليكم فقالوا يا رسول الله كان الاول اكثر اجتهادا وغزا في سبيل الله فاستشهد واذن للثاني قبله فقال صلى الله عليه وسلم ألم يعش بعده سنه وأدرك رمضان فصامه وسجد لله كذا وكذا سجدة في السنة قالوا بلى يا رسول الله قال فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض فمن نعم الله عز وجل على العبد أن يطيل في عمره على طاعة له سبحانه وتعالى وأن يدرك شهر رمضان وأن يصومه وأن يقومه أيها الفضلاء قد أدركتم شهر الصيام ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فصوموه وصونوه لتصم أجوافكم عن الطعام والشراب ولتصم فروجكم عن الشهوات ولتصم جوارحكم عن المحرمات وزينوا صيامكم باحاسن اخلاقكم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه وقال صلى الله عليه وسلم مبينا ومحذرا رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش وقال صلى الله عليه وسلم معلما ومؤدبا فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم